كلنا عارفين الكروت دي، بحط العينة واشوف خطين يبقى ايجابي وخط يبقى سلبي. حلقة مهمة هنتكلم عن التقنية دي بالتفصيل. جاهز يا بطل؟ سنة 1943 العالم مارتن ابتكر تقنية قياس اسمها بيبر كروماتوجرافي، وبعدها بسنة طورها وطلع بتقنية اللاترال فلو تيست الكروت. ايه ده؟ يعني تقنية الكروت دي قبل تقنية الإليزا؟ ايوان الإليزا سنة 71. الرابت تيست يا صديقي او الكروت تقنية منتشرة جدا في التشخيص الطبي، سواء في اللابس او هوم او بوينت اوف كير. طيب لابس اللي هي معامل التحاليل، وهوم اللي هي المنازل والبيوت. ايه بوينت اوف كير دي؟ دي زي وحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ والعيادات، كل دول بيشتغلوا بالكروت. عايز اشخص حالة او مرض، بدور على انتيجين او انتيبادي، يعني اقدر ادور على اجسام مضادة لفيروسات زي كارت فيروس سي، كارت فيروس اي، كارت فيروس ايدز، كارت فيروس كورونا، اجسام مضادة لطفيليات زي كارت التوكسوبلازما، اجسام مضادة لبكتيريا زي كارت جرثومة المعدة، واقدر ادور على انتيجينات، هرمون اعتبره انتيجين زي هرمون الحمل، كارت شرايط الحمل، بروتين اعتبره انتيجين زي الالفا فيتو بروتين، بروتين اعتبره انتيجين زي التروبونين، وهكذا. بدور على دول في اي سامبل بقى، اي عينة، دم ومشتقاته، ممكن دم كامل، سيرم، بلازما، بول، سائل نخاع شوكي، لعاب، مسحة من انف او حل، البراز. ايه براز؟ والبراز هيمشي في الكارت ازاي؟ هقولك بعدين، ركز معايا. قبل اي شيء يا صديقي افكرك ان ده جسم غريب بسميه انتيجين، عليه علامات او ملامح وشه بسميها ايبيتوب. جسمي لو شاف الجسم الغريب ده هيكون له اجسام مضادة، انتيبوديز لها صوابع اسمها باراتوب بتمسك بيها الانتيجين. يبقى الباراتوب بتاع الانتيبادي بيمسك الايبيتوب بتاع الانتيجين، شغل قفل ومفتاح، محدش يقدر يمسك الانتيجين ده الا الانتيبادي ده، بيعملوا مع بعض انتيجين انتيبادي كومبلكس. ومن هنا جت فكرة التقنيات الاناليتيكال تكنيكس، وده اساس علم السيرولوجي من كلمة سيرم، لان بدور على الانتيجين او الانتيبادي في سيرم العيان. ومن هنا العلماء طلعوا بتقنيات كتيرة قوي، اولا زي الاجلوتينيشن السيز، زي الدايركت اجلوتينيشن تيست والدايركت فلوكيوليشن تيست والاندايركت لاتكس اجلوتينيشن والاندايركت هيماجلوتينيشن تيست. ثانيا طرق زي الاميونوكروماتوجرافيك السيز زي الرابت تيست الكروت. ثالثا اميونوكيميكال السيز زي الإليزا والفلوريسنس والكلية، وتدخل كمان في السبكتروفوتومتر زي التربيديمتري والنفلوميتري. نركز النهاردة مع الكروت الرابت تيست. اهو الكروت مبنية على فكرة الانتيجين انتيبادي كومبلكس. تقنية الكروت لها مسميات كتيرة قوي زي اللاترال فلو تيست، التدفق الجانبي، وهقولك ليه سموها تدفق جانبي، اميونوكروماتوجرافي، لاترال فلو اميونوكروماتوجرافيك السي، رابت تيست. دي اسماء للتقنية. طيب الكارت نفسه اسمه لاترال فلو ديفايس. ده الكارت قدامك اهو، وضعه افقي. ما تنساش تكتب على الكارت اسم العيان او الباركود بتاعه والوقت. بص، في فتحة هنا بنفض فيها العينة، وممكن يكتب عندها اس سامبل عينة يعني، واحيانا بيكون في فتحة تانية للمخفف او البفر، وبيتكتب جنبها دي دايلوانت مخفف يعني. وبعد كده ممر طويل كده، هنا كاتب سي يعني كنترول، وهقولك ليه، وهنا كاتب تي يعني تيست، الاختبار بتاعك. تعالى نفتح الكارت ونعرف بيشتغل ازاي. الكارت من جوه متقسم الى 6 اجزاء. الجزء الاول سامبل ابليكيشن باد، وده الجزء اللي حضرتك بتفرغ فيه السائل، السيرم او البلازما او الدم او البول او محلول البراز. ملحوظة، لازم نلتزم بالكمية المحددة اللي الشركة بتقول عليها في البامفلت اللي جاية مع الكارت، زيادة او اقل غلط وهتاخد نتائج كاذبة. الجزء ده بيكون مصنوع من سيلولوز علشان يمتص، ووظيفته فقط انه هينقل العينة لقدام شوية بطريقة منتظمة ومتجانسة ومتوالية. نروح للجزء التاني اسمه كونجيوجيت باد، وده جزء مهم فيه ليبلد انتيبوديز معاها كروماجين. ايوه، يعني ايه؟ الاجسام المضادة المتعلمة دي خاصة فقط بالعنصر اللي انا عايز اكتشفه، اللي بدور عليه، سواء كان انتيبودي او انتيجين، بسميها ليبلد برايمري انتيبادي، اجسام مضاده متعلمه اوليه. يعني لو بدور على انتيجين جرثومه معده في البراز مثلا، يبقى دي اجسام مضاده متعلمه ضد الانتيجين ده.
ومعاهم كروماجين مادة ملونة، هقول لك ليه بعدين. نروح للجزء الثالث السبستريت او النيتروسليلوز، وده الشريط نفسه اللي بيظهر عليه خط الاختبار وخط الكنترول، وده جزء مهم جدا وظيفته انه يمتص السائل ويحركه بتدفق جانبي لاترال فلو. واخد بالك سموه لاترال فلو ليه؟ يحركه في الاتجاه ده بشكل منتظم ومتجانس ومتوالي. علشان كده سموا التقنية دي lateral flow assay. برافو عليك، عايزك فاهم. نروح للجزء الرابع test bed، جزء هنا كده بيحتوي على اجسام مضادة برضو للمادة اللي انا بدور عليها. خد بالك اجسام مضادة تانية secondary antibody مختلفة عن الاولى المتعلمة دي، ولكن الاتنين بيمسكوا في الانتجين نفسه او المادة اللي انا بدور عليها. كل نوع بيمسك في epitope معين خاص بيه. الاجسام المضادة دي متثبتة على التست لاين في الحتة دي. نروح للجزء الخامس الكنترول باد، الجزء ده بيحتوي على اجسام مضاده اسمها انتي انتيبودي، وهقول لك وظيفتها ايه كمان شويه. اخر جزء وهو الابزوربنت باد، وده جزء في اخر الكارت فقط علشان يمتص السوائل ناحيته ويمنع رجوعها للشريط تاني. طيب فكره القياس ايه بتاعه الاي سي اي؟ باختصار هما انواع كتيره زي النون كومبيتيتيف امينوكروماتوجرافيك اسي اللي هي الساندوتش اسي اللي بتكتشف اللارج انالايتس، بدور على انتيجين حجمه كبير. وفي نوع تاني زي الكومبيتيتيف امينوكروماتوجرافيك اسي اللي بتكتشف السمول انالايتس، انتيجين حجمه صغير. ركز معايا، لنفترض اننا هنضيف سامبل عينه سائله بها انتيجين انا بدور عليه، يعني العينه دي ايجابيه اصلا. تمام، هنفرغها في السامبل ابلكيشن باد، هتتجه ناحيه الجزء الثاني وهو الكونجوجيت باد. هيتحد الانتيجين اللي انا بدور عليه مع الليبلد انتيبوديز الاجسام المضاده المتعلمه ومعاهم الكروماجين، وياخدوا بعض هم كده ويتحركوا لقدام تجاه خط الاختبار. هيقابلوا الاجسام المضاده الثانيه، واول ما يحصل ان يتجمع الاربعه دول مع بعض الانتيجين والليبلد انتيبودي والسكندري انتيبودي والكروماجين، الكروماجين تيجي وظيفته هنا بقى انه هيعطي لون ويظهر خط عند التي. احنا الاربعه متجمعين بالصلاه على النبي، يقوم الخط يظهر ويقول لك ان العينه ايجابي، وبعدها السائل هيكمل في التحرك. شويه من الكروماجين والليبلد انتيبودي هيكملوا الطريق لخط الكنترول. خط السي او الكنترول ده اللي بيطمني على صلاحية الكارت، هل شغال ولا بايظ، هل المحلول مشى تمام للكارت كله ولا وقف وفي مشكلة. فلازم يمين شمال خط الكنترول يعطي معاك ويظهر سواء خط التست ظهر او لا. فالكروماجين والاجسام المضادة هيقابلوا هناك اجسام مضادة تانية، وطالما اجتمع التلاتة اجسام مضادة متعلمة وكروماجين واجسام مضادة بتاعت خط الكنترول، يبقى هيظهر، وده معناه ان الكارت زي الفل. خد بالك خط الكنترول ملوش علاقة بالمادة اللي انت بتقيسها، بالانتيجين. كده معاك خطين يبقى انت ايجابي يا باشا، اما لو طلع لك خط واحد بس بتاع الكنترول يبقى انت سلبي. كل ده مع احترام الوقت اللي مذكور في البامفلت، يعني اخد القراءة عند 5 دقايق 10 دقايق او 15 دقيقة، لا ينفع اخد القراءة قبلها ولا ينفع اخد القراءة بعدها، لان ممكن لو اتأخرت في قراءة الكارت ممكن يعطيك نتائج كاذبة. خد بالك لو الكارت ما ظهرش عليه اي خطوط يعني غير صالح او نتائج زائفة لسبب مثلا زي ما يكونش فيه كروماجين، ما يكونش فيه ليبلد انتيبادي، ما يكونش فيه سكندري انتيبادي عند خط الاختبار، ما يكونش فيه انتي انتيبادي عند خط الكنترول، سوء حفظ الكروت، تركيز العينة غير ملائم سواء عالي جدا او قليل جدا، وسط التفاعل البي اتش غير مناسبه، مواد اخرى تدخلت. وعشان كده كتير مننا مش بيحب الكروت علشان الفولس ريزلتس بتاعتها، النتائج الغلط بتاعتها. وانا شخصيا كلمه رابيد تيست عندي حساسيه منها، لان في طرق تانيه ادق بكتير زي الايزا وغيرها، بس هو اختبار سريع في اجراءه وبيفيد في التشخيص المبدئي السريع. وللامانه كل الاوراق العلميه قالت انه كويس في الحساسيه والتخصصيه، ويمكن الاعتماد عليه في التشخيص المبدئي لحين التأكد بالطرق المعملية الأدق زي الإلايزا وغيرها. تمام كده، خطين إيجابي، خط عند الكنترول بس يبقى سلبي، مفيش خطوط خالص يبقى الكارت غير صالح وارميه، في خط عند التست بس برضو الكارت غير صالح وارميه. طيب يا سليم، تقل الخط، تقل لون الخط مؤشر لحاجة؟ يعني لو التست خفيف ممكن أقول weak positive، أو تقيل أقول strong positive؟ لا مفيش كده، الكارت طريقة كيفية qualitative مش كمية، يعني بطلع النتيجة positive أو negative،
رياكتيف او نون رياكتيف ايا كان درجه اللون. هو درجه اللون بتتناسب طرديا مع تركيز الماده اللي انا بقيسها، بس برضه ما ينفعش اعطي تتر او تقدير. على فكره في افكار اننا نخلي التيست ده كمي كوانتيتيف واخد منه رقم، بشتغل عادي وادخل الكارت او الشريط ده لجهاز بيقيس كثافه اللون بتاعه الخط، وبعياريه عاملها له بيعطيني رقم. اجهزه اسمها لاترال فلو ريدرز، قارئ الكارت، وده حوار تاني مالناش دعوه بيه دلوقتي. طيب بشوف في كروت زي كروت المخدرات خطين يبقى سلبي، ده لو طلع خط واحد يبقى ايجابي وبيتعاطى. ايوان، ما هو كارت المخدرات يا صديقي بالعكس، لانه شغال كومبيتيتيف اميونوكروماتوجرافيك السيل. ببساطه احنا هنا بندور على مخدرات زي دول، ودول عباره عن انتيجين حجمها صغير جدا جدا، فصعب الشركات تعمل له اتنين انتيبادي مختلفين فبيشتغلوها كومبيتيتيف. يعني مثلا بدور على كوكايين في البول مثلا، الكوكايين هنا انتيجين، هنزل البول اللي فيه كوكايين هيروح للكونجوجيت باد، هيلاقي هناك انتيبادي وكروماجين هيمسكوا في بعض، وهيروحوا لجزء التست لاين هناك في كوكايين فعلا. ايوه الشريط فيه انتيجين المخدر نفسه، فلو البول العينه فيها كوكايين هيمسك في الانتيبادي والكروماجين في الاول، والكوكايين اللي عند الخط هنا مش هيلاقي انتيبادي يمسكها لانها ماسكه في الكوكايين اللي في البول، وبالتالي الخط مش هيلون. لكن لو العينه ما فيهاش كوكايين الانتيبادي هتتحرك مع الكروماجين وتروح تمسك في الكوكايين اللي على الشريط وتلون. فلو لون يبقى ما عندوش، سلبي، ولو ما لونش يبقى عنده، ايجابي. اظن سهلة خالص. طيب يا سليم، البول والدم والسيرم كل دي سوائل اقدر احطها وتسحب في الكارت وتمشي، البراز ازاي؟ بسيطة، هحوله من صورة صلبة لصورة سائلة، هعمله مستحلب. البامفلت بتقولك هتاخد حجم قد ايه من البراز وتدوبه في المحلول اللي هو كميته قد ايه، والخطوات بالظبط البامفلت قايلاها، وقايلالك برضه هتفرغ كم نقطة من المحلول في الكارت. حاول تنزل سايل بس، واوعى تنزل كتلة ستول او اكل غير مهضوم لانه هيوقف تدفق الشريط. في بعض الكروت بيجي معاها بفر كده او محلول، والبامفلت بتقول لك برضه حط 50 مايكرو لتر من البفر على 10 مايكرو لتر من السيرم مثلا. البفر ده مهم جدا لسببين، علشان يظبط البي اتش الخاصه بالانتيجين انتيبادي كومبلكس التفاعل يعني، وعلشان نسبه التخفيف المطلوبه. طيب انا اعرف ان في ناس بتشتغل من غيره، ممكن، بس تاكد ان هيعطيهم فولس ريزلتس كتير علشان مش شغالين بيه. بس كده يا صديقي، لو استفدت من الحلقه اعمل لها شير عندك، وشوف باقي الحلقات واشترك في القناة.